لو الحكاية فيها إن فيجو. أنا أبو علي صاحب محل عطارة أبو علي وعلافة، وإحنا بنشكي من ارتفاع الأسعار للعلف، وارتفاع العلف والأسعار. إن إحنا العلف كنا ناخذ العلف المواشي كنا نشتريه أنا وقت رفع الضعف بالنسبة للتجار، بيستغلوا السوق ويرفعوا الأسعار بقى براحتهم، فبيدخلوا الحياة دي بتخش أصلا إن إحنا مش بنستوردها. العلف دلوقتي بيبقى عندنا مزروع هنا بالزعير، فهم بياخدوه في المواسم اللي احنا داخلين عليها دي بيخزنها، بعد كده هو يقعد 3 4 اشهر بعد كده ينزل البضاعه دي بزواده بالضعف، زواده السوق البيع بالضعف. طب انا ممكن اعرف دلوقتي اللي هو الارداب مثلا بتاع الالاف او مثلا احنا ارداب موسم، مثلا ارداب الذره في اللي هو الرفيعه وفي الغليظه، تمام، اللي هي البلدي مثلا الايام دي ب 400 جنيه الارداب، احنا كنا بناخدها ب 300 ب 320، تمام، دلوقتي وصلت 400 و 470 جنيه، تمام. ودي الزيادة بتبقى من الزيادة بتبقى من التاجر، من التاجر اللي هو في سوق الغلة، سوق الغلة اللي هي التاجر بيدخل الحاجات دي في المواسم فبيخزنها، فهو بيخزن وبيعطش السوق بحيث يجي عقب سنة زي كده يروح رافع السعر زي ما هو عاوز، تمام، فبيقل طبعا البيع وبيقل طبعا الزبون ما بيجي يشتري اللي هو بيعلف. فطبعا كان بيشتري كيلو الذرة ب 2 جنيه النهارده اصبح ب 3 جنيه ونص، فده بيأثر. مثلا برضه التب نفس النظام، التبن بكام بكام؟ التبن كان ب 200 جنيه الارداب، النهارده ب 600 جنيه ارداب التبن العدس، تمام، التبن الابيض اللي هو بتاع العجول دخل في 500 جنيه، تمام. يعني انا لو حبيت اعرف اسعار كيلو كذا اللي هو كل العلف ده الاول كان ب 2 جنيه ده، ده العلف العادي، تمام، كان ب 2 جنيه النهارده بتباع ب 4 جنيه، ب 4 جنيه يعني الضعف ضعفين، تمام. فدي يقول لك انت عاجبك تاخد زي السوق خد، تمام. وايه تاني برضو رفع معاك؟ ننزل برضو عشان دي غصب زي السوق، ما انت عشان نظر التزاماتك وعليك التزامات فلوس فبتبيع بالخساره، ايوه. فلازم بيجي زبون مثلا ممكن يقول لك الكيلو دلوقتي مثلا واجع علينا احنا ب 3 جنيه، تبقى له بنفس السعر، يقول لك ب 3 جنيه هتديني، فبضطر ابيعه، فانت لازم عشان اسدد الفلوس اللي انت عليها، تمام. في ايه تاني برضو اسعار حاجه رفعت تاني؟ الشامي برضو اللي هو الشامي الابيض برضه اسعاره رفعت، يعني الكيلو وصل كام دلوقتي؟ 3 جنيه، هو كان ب 2 جنيه و 175 قرش وصل ل 3 جنيه. والذره اللي الرفيعه دياتي برضه دي كان طلبها ضعيف النهارده، يعني الضنينه ما كان الزبون بياخدها رخيصه وما بتجيبش برضه الغذاء اللي هو العلف، فدلوقتي مع غلو الاسعار الذره البلدي فبياخد دياتي. يعني انت من منظورك اللي عوامل ارتفاع الحياه دي، الارتفاع ده من التاجر، من التاجر، التاجر الكبير اللي احنا بناخد منه، تمام. وبيأدي برضو اللي لو في فلاح عنده ماشيه والكلام ده ماشي ينزل اللي يبيعه انا ليها في المحل، فيروح يبيع للتاجر، يا التاجر هياخد منه بنسبه عاليه وهو هيبيعه تاني بنسبه عاليه، هو بيفضل ايه اللي هو يبيعه للتاجر ما رضاش يبيعه ليه لصاحب المحل، اللي صاحب المحل هياخده هيبيعه مثلا في المحل بسعر كده، ما التاجر بياخد منه هو بسعر ايه سعر زي، تمام. فالزبون طبعا مع زادت الاسعار ودلوقتي وقلت خالص البيع، قل مثلا حتى اللي كان بيربي مواشي في بيته او ده فضانين دلوقتي اما حد يربي المواشي. بالنسبه لي للتجار استغلال التجار، يعني موسم الغله دلوقتي مثلا دخل علينا موسم غله، فالتاجر يدخل لك 2000 ارداب او 3000 ارداب، مثلا الارداب بسعر 300 جنيه يروح هو مخزن في المخزن لمده 5-6 اشهر، بدل ما هو ب 300 جنيه يقول لك ب 500 جنيه بس، فدي كلها دي لعبه التجار. والذره دي ما بنستوردهاش، العلف الكزب ما عندنا، والرز برضه عندنا اللي احنا بناخد منه اللي هو السرس بتاعه، وبناخد منه برضه الكسر بتاع الرز بس اللي بيخش في العلف بس يعني.